الله أكبر، 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 الله أكبر. الحمد لله جعل بعد الشدة فرجا، وبعد الضر والضيق ساعة ومخرجا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد من أطاعه بجنة المأوى، وتوعد من عصاه بنار تلظى. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أكرم الخلق على ربه وأتقى، صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحابته أئمة الهدى، وعلى التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الملتقى. وبعد، عباد الله، في يوم عيد الأضحى تتجدد لنا ذكرياتٌ عبر الزمان والمكان، وتحياها الأجيال جيلاً بعد جيل، فتتعمق إيماناً وتتألق يقيناً وتزداد صفاءً ولمعانا. على حين غيبةٍ من الزمان رزق خليل الله إبراهيم بالولد بعدما بلغ من العمر ما يقرب من 86 سنةً كاملة، بعدما جف العود واشتعل الرأس شيبا ووهن العظم وبلغ من الكبر عتيا. ومن حكمة الله عز وجل أنه إذا أنعم على عباده بنعمة أدخلهم امتحانا بعد النعمة. وامتحان سيدنا إبراهيم كان من نوع فريد. ينام إبراهيم فيرى عجبا، وأي عجب يرى؟ يرى أنه يذبح ولده الوحيد. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. يا الله، يا لها من مصيبة، ويا لها من مسألة شاقة على الأنفس. إنه لبلاء عظيم، بل إنه من أعظم الابتلاءات في تاريخ البشرية. ولله در القائل، وقد صور لنا هذا المشهد: وأمرت بذبحك يا ولدي، فانظر في الأمر وعقباه. ويجيب الابن بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه، لن نعصي لإله أمرا، من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا، واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه. أرأيتم قلباً أبوياً يتقبل أمراً يأباه؟ أرأيتم ابناً يتلقى أمراً بالذبح ويرضاه؟ وتهز الكون ذراعات ودعاء يقبله الله، تتوسل للملأ الأعلى أرض وسماء ومياه، ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه. صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. نجح إبراهيم عليه السلام في كل الابتلاءات التي تعرض لها، حطم الأصنام، وقدم نفسه للنيران، وقدم طعامه للضيفان، وابنه للقربان، فجاءه الثناء من الرحمن: وإبراهيم الذي وفى. فجاءه الثناء من الرحمن: إن إبراهيم كان أمة. فجاءه الثناء من الرحمن: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. والسؤال هنا: لماذا تتكرر علينا في كل عام قصة ذبح إبراهيم عليه السلام لابنه؟ وما الهدف من اقتداء المسلمين به بذبح الأضاحي في كل عام؟ ولماذا يتحول موقف والد يريد أن يذبح ولده من آلاف السنين لاحتفالية وعيد يفرح فيه الناس؟ الجواب يتمثل في طلاقة قدرة الله عز وجل
الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فلولا أنه سبحانه وتعالى يداوي عباده بالمحن والبلايا لطغوا وبغوا وعتوا عتوا كبيرا، وفي داخل المؤمن رواسب ذنوب والفتنة تزيلها، والألم الذي يعاني منه يطهر القلب كما تطهر النار الذهب من رواسبه. إننا نتدارس قصة الذبيح لتعلمنا الاستسلام الكامل لأوامر الله عز وجل والصبر على الأوامر الصعبة، نتدارسها لتعلمنا أن طريق الصبر نهايته جبر، وحينما تضيق حلقاتها يأتي الفرج، نتدارسها لتؤكد لنا معنى التضحية والفداء، نتدارسها لترفع فينا مشاعر الفرح بفرج السماء، بل لتعلمنا كيف نثق برب الخير والعطاء مهما عظم البلاء، وتبقى البلايا رسائل وعظ وتذكير لتقول لأهلها بلسان الحال: لا تركنوا إلى العاجلة وعلقوا القلوب بالباقية الخالدة، وما عند الله خير وأبقى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وادعوه يستجب لكم. الله أكبر، 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 الله أكبر. حمدا لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، أيها المسلمون، في مثل هذا اليوم العظيم تراحموا، تعاطفوا، تسامحوا، تزاوروا، تهادوا، بروا آباءكم، وصلوا أرحامكم، واجعلوا بينكم وبين ما يغضب الله وقاية. يا أمة الإسلام، ها قد جاءكم العيد ليقول للنفوس المتنافرة المتشاحنة: كفى، كفى خصام وهجران، كفى إعراض ونكران، كفى ظلم وبهتان، كفى مؤاخذة يا إنسان، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فتسامحوا وتصافحوا، ومن الخصام تصالحوا، ولكل عذر فاقبلوا، كن قابل العذر واغفر ذلة الناس، ولا تطع يا لبيبا أمر وسواس، فالله يكره جبارا يشاركه، ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هل لا تذكرت يوما أنت مدركه، سيرسل الله فيه كل أنفاس، سيرسل الله أملاكا منادية، هيا تعالوا لرب مطعم كاسي، هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة، هيا تعالوا إلى بشر وإيناس. أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. تفضل سيادة الرئيس بقبول التهنئة بهذا العيد السعيد من فوق منبر سيد العبيد صلى الله عليه وسلم. والتهنئة موصولة للقادة العظام وللأئمة الكرام ولسائر الأعيان ولأهل مصر الطيبين وللعالم، بل للوجود كله، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يجعل هذا العيد عيد خير ويمن وبركة على مصر الغالية، وأن يجعلها الله أمنا أمانا، سلما وسلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد العالمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يعيدهم إلى أهليهم سالمين غانمين مأجورين. آمين آمين يا رب العالمين. كل عام أنتم جميعا بخير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.